المعني بالملف وزارة الصحة فورا وفقط، ولا أقدر أقول الحكومة ككل، أقدر أقول مؤسسة الرئاسة يعني؟ طبعا المنفذة هي وزارة الصحة، لكن ملف كملف استراتيجي للدولة مؤسسة الرئاسة حطاه على رأس أولويات المنظومة وهل الصحية كنا في مصر. محتاجين دعم رئاسي لمحاولة يعني القضاء أو تخفيف الإصابة بالمرض؟ خليني أقول لحضرتك حاجة، مش هقول رأي أنا أو رأي مصر، لما بطلع في مؤتمرات أو منظمة الصحة العالمية أو مؤتمر مثلا القمة العالمية لأمراض الكبد، من أسباب النجاح اللي بيقولوها على البرنامج المصري وجود برنامج قوي، لكن وجود strong political support، الدعم السياسي القوي اللي هو واقف في ظهر البرنامج حطه على رأس الأولويات. فوجود دعم سياسي قوي ده ادى دفعه كبيره جدا، تم تذليل كافه الصعوبات، البادجت مفتوحه ان احنا نعمل اي حاجه عايزينها، كل السبل المتاحه، لكن كوزاره الصحه او الدوله تشتغل لوحدها ما كانش يؤتي ثماره. بدات تخش معانا هيئات ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر في الفتره اللي كنا مضغوطين فيها بتاع القضاء على قوائم الانتظار، كانت منظومه يعني تقدر تقول سيمفونيه متكامله بين وزاره الصحه وصندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني. في ظرف 7 شهور قدرنا نقضي على حوالي 700 الف مريض خدوا العلاج بتاعهم وبنتائج باهره شهد لها العالم بحضور مثلا، لو حضرتك قلت لك رئيسة منظمة الصحة العالمية جت بنفسها عشان تهني مصر شعب وقيادة ووزارة بهذا الإنجاز. اللي عندك تقدير للتكلفة المالية؟ طبعا يا فندم. كام بروتوكول في ال4 سنين اللي فاتوا؟ بص حضرتك يعني لو خدنا كده محطات، احنا قلنا البروتوكول القديم قوي كان بيكلف 17000 جنيه مصري لما كنا لا انا بتكلم اجمالي الميزانيه اجمالي اللي ما اتدفعت في ال4 سنين، اجمالي ما انفقته الدولة المصرية على فيروس سي في الفترة لحد 1/1/2018 3.9 مليار جنيه مصري. 4 مليار جنيه ده؟ نعم. الدواء حاليا متاح بسهولة؟ الدواء متاح، لأن أنا دلوقتي الحمد لله مش تحت رحمة شركات أجنبية، أنا عندي أكتر من 20 شركة مصرية بتصنع الدواء بكفاءة عالية جدا. التجربة خير برهان، النتائج العلاج الحمد لله دلوقتي وصلنا في البروتوكول الأخير اللي احنا بنستعمله ل 97 و98% نسب شفاء، ما عنديش عجز في الدواء، عندي شركات كتيرة، أنا عندي ستوك حاطه في التمويل الطبي عندي، بوزع المراكز بتاعتي، وعندي أدوية الحمد لله تغطي. غير القدر بياخد ببلاش؟ غير ده هو القدر الاعلى من اللي خدوا دواء هم غير القادرين، اللي على نفقه الدوله. وحضرتك قلت لك الرقم بتاعنا دلوقتي اقتربنا من 850 الف مريض خد كاملا على نفقه الدوله، الجزء الاقل شويه 350 الف مريض على التامين الصحي، بقيه الارقام بقى ما بين مؤسسات المجتمع المدني والجيش والشرطه وصندوق تحيا مصر شاركوا في هذا القدر. هنطلع